صباح الخير نرمين. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده رح نبتديها معكم فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه، حصه برحلتنا اليوميه دائما. لكن كالعاده مع بدايه كل رحله صباحيه نتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركه وراحه البال والانفراج والامل انه ان شاء الله يا رب بكره يكون احلى. ويسعد صباحك نور. يسعد صباحك نور، ان شاء الله يا رب بهي الامنيات الحلوه. حلو نبدا صباحنا نهار جديد ويوم جديد، ان شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحه البال والرزق، وان شاء الله يا رب تكون كل اموركم ميسره وتصير معكم هيك اشياء ظريفه تدخل الفرحه لقلوبكم. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفه رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل اغنيه وبنرجع. ترمين يمكن ما في اجمل من الورده الشاميه اللي نحن بنعتز ونفتخر فيها. الورده الشاميه نرمين اصبحت سفيره للعالم العربي والعالم اجمع لكل السوريين. خلونا نتابع تفاصيل عن الورده الشاميه بالتقرير التالي. الوردة الدمشقية عانقت الزهور الدمشقية التاريخ ووصل عبق أريجها إلى جميع بقاع العالم، وارتبطت بالموروث الثقافي والحضاري بحكم تواجدها في معظم البيوت. يعود اكتشافها إلى العصور القديمة ومصدرها شرق البحر الأبيض المتوسط. تحتاج الورود الدمشقية للمياه بشكل كبير. أخذت هذه الورود شهرتها وأهميتها لكثرة فوائدها العطرية والطبية والغذائية وحتى التجميلية، كما أنها تستخدم في المطبخ الدمشقي كأحد التوابل، وكذلك يشتق منها ماء الورد. تأخذ الوردة الدمشقية ألوان الأحمر الفاتح، الأصفر، الزهري وغيرها من الألوان. يستعمل الزيت الموجود فيها لإنتاج أفخم أنواع العطور، لذا لقبت الوردة الدمشقية بملكة الأزهار. نور، من الوردة الشامية سفيرة الجمال مثل ما بنسميها، رح نروح برحلة ثقافية اليوم ونضوي على واقع الثقافة السياحية الثقافية بسوريا خلال عام 2022. شو هي أهم المواقع، كيف هو الواقع وغيرها من التفاصيل أكيد بيسعدنا نحكيها اليوم مع الأستاذة عبد الرزاق حمسي باحث ودليل سياحي. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. شكرا لأنكم مستمرين وشكرا لانكم متالقين رغم الوقت الصعب. كلك ذوق. استاذ خلينا نحكي، لما نقول السياحه الثقافيه هي يمكن مسؤوليه كثير كبيره اليوم، لانه السياحه الثقافيه هي اللي بتعرف الناس اللي خارج القطر عن ثقافه هيدا البلد وحضاره البلد وكل التفاصيل يمكن اللي بنحكي عنها. تاريخ سوريا نحن بنعرفه بس يمكن غيرنا ما بيعرفوا. خلينا نحكي عن السياحه الثقافيه بعام 2022 كيف كانت، لانه نحن بلشنا ناخذ نفس لو نفس هيك بسيط بعد 10 سنوات من الحرب اللي اثقلت كل قطاعات الحياه في سوريا. السياحه الثقافيه هي اهم انواع السياحه. طبعا في سياحات متعدده بسوريا ومتوفره بسوريا، لانه عندنا مقومات هائله للسياحات لكل انواع السياحه، السياحه الرياضيه وسياحه مؤتمرات، السياحه الدينيه. دينية بحسها في ربط كثير قوي بالثقافيه، يعني ما فينا نجزئها نوعا ما. لا بس هي نحن تميزت سوريا بالسياحه الثقافيه. صحيح. وسوريا موضوعه على خارطه السياحه الثقافيه العالميه. نتيجه جهد قامات خلال 50 سنه وحطوها. توقفت السياحه طبعا خلال الحرب، وبعدين توقفت خلال فتره كورونا. تقريبا من سنه او سنه وشوي رجعت نستقبل بعض الوفود بس مو مثل 2010.
2022 استقبلنا سياح أجانب، قسم منهم سياحة ثقافية، قسم كبير سياحة ثقافية. بس لأقول للناس شو هي السياحة الثقافية؟ هلا ما عم بحكي لمختصين، عم بحكي بشكل عام للناس. السياحة الثقافية هي زيارة المواقع الأثرية، المتاحف، حضور حفلات موسيقى مثلا بدار الأوبرا. دار الأوبرا عم تقدم منتج سياحي ثقافي كمان وراقي جدا. المطبخ السوري هو سياحة ثقافية. الفن التشكيلي السوري سياحة ثقافية. هذا كلياته، المتاحف كلياتهم، هذا مجموعة معالم هذا البلد. والسياحة الثقافية هي أفضل أنواع السياحة النظيفة وبتستقطب نخبة المجتمعات بالعالم، غير السياحة الترفيهية والأشكال الثانية. فإذا نحن بنمتاز لأنه عندنا كم هائل جدا من مقومات السياحة الثقافية، 10,000 موقع أثري، عندنا تقريبا 54 متحف، 10 مواقع على محطات مهمة على طريق الحرير موجودة بسوريا، 10 مواقع، كم هائل. هلا التقويم انه شو صار بال 2022 بعد ما بلشوا السياح ياخذوا موافقات لدخول سوريا بنهايه 2021. صحيح. 2022 استقبلنا عدد، بس لسه ما صار مثل ما كان 2010 طبعا، وحتى النوعيه ما كانت، بس في قسم منهم كبير هو سياحه ثقافيه. بلشنا ناخذ هيك نفس صغير يعني شوي. في كان شيء جيد وإيجابي باستقبال هالمجموعات هاي، وكان في بعض المعوقات والتجاوزات والأخطاء. هنحكي ما إلها وما عليها. هأحكي بالإيجابي. منبلش بالموضوع الفنادق. الفنادق أداء جيد كان، خاصة بالفنادق التراثية بدمشق القديمة وكل المدن السورية، بس خاصة دمشق القديمة. صار السائح يفضل يجي على الفنادق التراثيه وحسنت خدماتها رغم نوع الازمه. نوع من السياحه الثقافيه حتى تعد إيه؟ لما تزور. طبعا حسنت خدماتها، يعني قدمت جوده منتج. هلا في خدمات كانت سيئه، في خدمات. هلا السياحه الثقافيه كمان كثير مهمه، نحن بحاله حرب. حرب هي حرب مركبه عسكريه اقتصاديه ثقافيه. شو الحرب الثقافيه؟ هي تدمير الاثار وتشويه تاريخ سوريا. يعني وهي تشويه تاريخ سوريا بدأ من أكثر من 150 سنة مع بداية الحركة الصهيونية، بس اشتدت الحجم على تاريخ سوريا حصرا من أصوات داخل سوريا وخارج سوريا عن قصد وعن غير قصد. بس كانت خلال 10 سنين كان في تشويه متعمد. أنا بقوله هون مهمة السياحة الثقافية التعريف وتوضيح صورة السياحة تاريخ سوريا الحقيقي من خلال السياحة الثقافية. بعدين حاليا هلأ كل سائح هو اعلامي، شئنا ام ابينا. رح ينقل الصوره اكيد لبقى. حينقل الصوره، واحيانا انا بكون عم احكي بكون عم ينقل. وعم نستقبل ردود الفعل بشكل مباشر. هذا الشيء لازم نكون متنبهين للعاملين اللي عم يشتغلوا بقطاع السياحه، سواء منظمين الرحلات والادلاء والسائقين. لازم يكون في جديه اكبر اذا فينا نقول. في جديه اكثر، في اخطاء. في اخطاء. هلا انا كمان في شيء ايجابي، شباب وصبايا صغار عن وسائل التواصل الاجتماعي قدروا يجيبوا سياح، لأنه نحن الشركات العالمية اللي بتصدر السياح بمانعينا تصدر سياح لسوريا. هلأ الشباب نتيجة مهاراتهم العالية بالتكنولوجيا المعلومات ولغويا قدروا يجيبوا سياح أفراد ومجموعات، كانوا عم يلقطوهم عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق النت، وهدول أنا بحييهم هدول الشباب والصبايا. بس في شيء كان يكون في غلط سبق اني قلته بهون بالاخباريه، يلي عمدوا الخدمات خاصه الدليل السياحي والسائق. هلا السائح مين عم يشوف؟ هدول الاثنين اكثر شيء. طيب خلينا نحكي معك استاذ عن هدول النقطتين بالذات، كونه الرحله السياحيه تعول عليهم هو الدليل والسائق، شو المهارات اللي لازم تتوفر فيهم؟ شو الاغلاط اللي عم بتصير على ارض الواقع عم تشوفها وبرايك لازم نتلافاها؟ هلا اول شيء قلتي عن المهارات، هذا كثير امر مهم. هلا نحن وقت نختار الدليل، لازم شلون عم نختار سفير؟ الدليل اهم، لانه السياحه الثقافيه هذا الدليل عم يقدم صوره كثير، لازم يقدم صوره كثير حلوه. والعكس احيانا اذا ما كان عنده انتماء، ما عنده مهارات. المهارات هي مو بس بالشهادات، المهارات بالتدريب. لذلك نبدا بانتقاء الدليل. كيف؟ مو شغله اللي ما له شغله والله خليه يفوت على مهنه الدليل. لازم يكون عنده مهارات رغم من الشهادات ومجموعه لغات على الحد الادنى، لغه اجنبيه واحده.
وانتماء واخلاقيات يعني، وفي هندان، في حضور، في كله هذا المجموعه. هلا في شيء عم ينطبق على الادلاء الموجودين، في شيء لا ما بينطبق. الشغله الثانيه قصه السائقين، كمان السائق ما عم يعرف كيف يتصرف، يعني بيصرخ بالباص احيانا بصوت عالي، احيانا هندامه نظافه الباص عم ينقل صوره كثير سيئه. بعدين بعض السائقين انا قلت قبل هلا عم يتباهوا علنا ها خلال هالسنه هي انه نحن فشلنا المجموعه. بس هذا شيء مؤلم يعني، احنا مؤلم هي لأنه مسؤوليه الشركات المنظمه. الشركات المنظمه عم تحاول تاخذ نفس وعم حاول، لانه نحن بنعرف السياحه الثقافيه والسياحه بشكل عام هي يعني بتساعد لزياده الدخل طبعاً. فينا نقول الوطني طبعا نحن بقلب يعني ذكرتيني بقصه، نحن 2010 12% من اجمالي الناتج المحلي كان من السياحه. صحيح بالعمل الصعبه. نحن بنسترجع هالشيء، بنسترجع هالشيء، الشيء اللي عم يصير الاخطاء والتجاوزات اللي عم تصير. هلا بيجي مكتب بقول له هيك في اخطاء عم تصير، كانت بزمانه نحن قبل ال 2010 وما دون يلي دليل او شو السائق يغلط غلطه واحده هو خلص اخر غلطه، ما في مجال للغلط. هلا بتحكي عن التجاوزات والاخطاء للمنظم، لبعض المنظمين رحلات بيقول لك مشي مشي هات غيره. قلت له هن هلا 20 اللي جايين ببطلوا يجي، يعني انت بدك تفتح الباب لينقل الصوره الجميله. هلا اذا بدي مشي ما عاد يجي غيره، اذا تجاوزنا الاخطاء ما عاد يجي غيره. هلا هي مسؤوليه بعض المنظمين الرحلات يعني عم يضغطوا كثير على. طب شو بتقول لهم يعني؟ هلا انا عم بقول لهم، لا هي عم بقول لهم انه نحن حنخسر. هلا قامات كبيره بسوريا من 50 سنه لهلا تعبوا كثير لحتى، والحكومه السوريه وزاره الثقافه والسياحه تعبوا كثير لحتى حطوا سوريا على خارطه السياحه الثقافيه، وهذا شيء مهم جدا. يعني حتى تذكرت الدكتوره نجاح العطار من احد الانجازاتها كانت تساوي متحف جوال بالعالم. للترويج للسياحه الثقافيه. صحيح. وحتى السيد الوزير الحالي هو كان صاحب منشاه ضخمه بحلب، هو كمان كان له دور كبير بوضع سوريا على خارطه السياحه. انا يعني بطلب منه شخصيا يتدخل لوقف التجاوزات. بعدين اختيار الدليل واختيار السائق. هذا السائح دافع الاف الدولارات وجاي، ما في مجال للغلط. هي كلمه مشي 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 يعني ما عاد بدهم يسمعوا. بس هل يعقل انه انا يكون في يعني ما راح اسميها استهتار او استخفاف بالاشخاص اللي جايين؟ مثل ما قلت انت بحاجه للعمل الصعب اليوم بقلب البلد ضمن الظروف الاقتصاديه الصعبه، وزاره السياحه لازم تتحمل جزء من هي المسؤوليه ويكون في تشاركيه، لانه هن مثل ما قلت اذا اجى 10 او 100 او شو هو الرقم، هو عينك لبرا يعني. السايح لما يطلع يقول زرت هيدا البلد ومو معقول كيف كان الاستقبال وقد الجميل، بده يطلع يقول انه انا كان بدي اقول فيه كمان يعني ما بدي احط صوره سوداويه، في شباب عم يشتغلوا صح وشباب من الجيل الجديد عم يشتغلوا صح وعم يقدموا منتج سياحي ثقافي رائع جدا. بس عم احكي على البعض على البعض من منظمي الرحلات والادلاء والسائقين على البعض. بس البعض هذا عم يشوه الصوره كلها، لانه نحن لسه في يعني سوريا لساتها قائمه. وبعدين رغم التدمير اللي صار بسوريا، سوريا لساتها حلوه، لساتها حلوه حلوه حتى بشعبها كمان، يعني لساتنا قائمين ولسات سوريا حلوه. هلا تدمر انه صار فيها دمروا معابد دمروا مقابر، بس بدي اللي ما يروح تدمر حتنين السياحه باخذهم عم تدمر كثير عم ينبسطوا. يعني جمال سوريا من زمان شوف يعني. الارهاب ما قدر يبشع سوريا ولا قدر يبشع اثاره، ونحن عندنا 10,000 موقع، يعني قد ما سووا حنضل حلوين وعندنا مقومات سياحه. هلا اذا في معنا وقت بنحكي فيها. تمام، خلينا نحكي وهيك نستغل الوقت المتبقي عن مقومات السياحه. في التراث المادي، دائما لما نحكي السياحه في تراث مادي ولا مادي دائما بينحكى عنه، خلينا نحكي عن مقوماته بسوريا. مقومات التراث اللامادي ولا المادي غني جدا جدا، وما في دوله بتعادلنا. وقت قلت انا في 10,000 موقع، يعني ثلث اثار الكون موجوده بهالبلد الصغير. نحن ما بنشكل 1% من مساحه الكره الارضيه، بس في عندنا تقريبا 30 او اكثر من 30% من اثار الكون. يعني هذا شيء مو موجود به. بعدين سوريا كل شيء كان فيها، خلقت الحضاره فيها، نحن اول برلمان بإبلة، واول مدرسه بإبلة، اول ملعب رياضي بالعالم، اول العاب رياضيه من 3600 سنه بعمريت. يعني بيزوروا الناس السياحه الداخليه بيزوروا طرطوس، ما بيزوروا عمريت اللي بعد 5 دقائق. صحيح. عن طرطوس.
في عندنا مقومات، بعدين المقومات اللامادية، المطبخ السوري ذكرته، الفن التشكيلي، عدا الآثار، بس غني جدا بالآثار. نحن ما في دولة غنية بالآثار، يعني هلا إذا بدي أحكي على تدمر، إبلة، أوغاريت، ماري، حلب، قلعة حلب، قلعة حلب رائعة جدا، وقلعة الحصن، الوادي، المطبخ السوري، أذكروه على وادي النصارى، في مطبخ سوري متميز، هو مطبخ بنقول له أورجانيك يعني طبيعي، يعني الدجاج هنيك بياكل الأعشاب البرية، يعني غير اللي بناكله بالمدن الرئيسية الأكلي، حتى الباذنجان والأكل بيساوي نكهات كلها بتختلف والطعمات. حتى بتدمر، كان في نحن المنسف اللي بتدمر اللي من الخروف كمان بياكل الأزهار البرية بتدمر، يعني ميزة المطبخ السوري إنه لساته طبيعي. يعني هلا برا حتى الفواكه برا ما لا طبيعيه، بتلاقيها محقونه في هرمونات نسبيا، نحن الاكل والخضره عندنا لساتها طبيعيه، هي ميزه المطبخ السوري. المدن، كل المدن، هلا بندخل لدمشق، هلا دمشق مثال بجيبها، مثال يعني على المقومات، دمشق فيها كم هائل من عوامل الجذب السياحي الثقافي، كل باب افا كل باب بدمشق القديمه في جنه، افتحي كل باب وشوفي هالفسحه السماويه. في عندنا كنيسه حنانيا اللي اقدم كنيسه بالعالم، اللي انطلق منها بولس، لولا رحله بولس ما كان في دين المحبه باوروبا وبالعالم. طيب وفي الجامع الاموي، يعني الجامع الاموي كمان، هي اماكن كلها معروفه لاغلب السوريين. هيك سؤال سريع، في اماكن اليوم سياحيه ثقافيه بمختلف المحافظات السوريه برايك ما انه متضوى عليها صح لتوصل للعالم، ما انا اخذت حقها مثل باقي المناطق؟ طبعا هلا هي في عم نحكي عن المواقع اللي توظفت سياحيا، هلا في مواقع مكتشفه بس بدها توظيف، بدها طرق، بدها ترويج، بدها تسويق. يعني في تلال اثريه شمال شرق سوريا، في المدن المنسيه شمال غرب سوريا، صح، الباروس، رجلة، ورويحة، هدول في 700 موقع. يعني نحن عندنا كم هائل، نحن بدنا هذا تراث عالمي، يعني بدنا مساعدة من العالم كمان إنه لحفظ التراث، لحفظه وترميمه. هلا بدأت بعض الدول، بولونيا بعتت بعثة رممت بعض الآثار، روسيا عم ترمم، نحن هذا التراث العالمي، نحن حضارة سوريا كلها، حضارة العالم كله، مو بس حضارة سوريا، خلقت الحضارة هون. بعدين سوريا بالألف الأول قبل الميلاد صارت أسواق تجارية للعالم كلياتها. طبعا في مواقع، هلا أنا عم أحكي في الناس عم رغبوا يروحوا، هلا وقت تروحوا حتى السياحة الداخلية، راحوا على حلب، في متحف حلب. هلا بيروحوا السياحة الداخلية، هي سياحة ترفيهية، بيصيروا منتجعات يعني. بس شو بنخسر إذا بناخذ أطفالنا للمتحف حلب. حلب أو متحف دمشق؟ متحف حلب في آثار من ما قبل التاريخ لتاريخ اليوم. في آثار من إبلة وماري وأوغاريت، خاصة إبلة نركز عليها. على فكرة الشيء الإيجابي، أنا بال 2022 إني زرت إبلة مع سائح أمريكي، هذا كان أول سائح أمريكي بعد 2011 بيزور إبلة. وعلى فكرة بيقول للمنظمين الرحلات زيارة إبلة أصبحت متاحة مع بعض الترتيبات. أكيد وقتنا خلص معك الباحث السياحي عبد الرزاق الحمصي. يمكن نوعا ما السياحة الداخلية صارت صعبة شوي بسبب أنه صارت مكلفة ماديا، مكلفة على الناس، بس نتمنى الاعتناء بالسياحة الثقافية يكون في دعم أكبر، لأنه نحن بحاجة لهذا الشيء، في معالم أثرية مهمة يجب نضوي عليها، وهذا مسؤولية وزارة السياحة بالمرتبة الأولى. بدنا نشكرك بالختام، مسؤولية الكل. ثواني ثواني للأدلاء، طلابي الجداد، الزملاء أنا الجداد بالسوق، لا يكون مثلكم الأعلى واحد فاسد، يكون مثلكم الأعلى كثير في شرفاء بسوريا يكون هنو المثل الأعلى. أكيد صح، بدنا نشكرك أكيد، وسوريا حتضل باقية، حتضل منتصرة، وحنستقبل السياح، وإن شاء الله سنة خير وبركة وسياحة. شكرا كثير لك، إن شاء الله مع هالأماني الحلوة بنختم مساحتنا معك. يوم 4 كانون الثاني، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا، وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية. وبعام 1958
المركبة السوفيتية سبوتنيك 1 تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض. بعام 1959 المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر. وبعام 2004 العربة الفضائية سبيريت تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1809 لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين. وبعام 1940 جاو كيسينكجيان، كاتب فرنسي من أصل صيني وحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 2000. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1960 ألبير كامو، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1957. معلومات عديدة ومتنوعة بنتعرف عليها مع بعض بهل تعلم. هل تعلم أن الجنين خلال فترة نومه في بطن أمه يرى دورة حياته منذ الولادة وحتى مماته؟ لذلك أثناء ممارسة الرياضة يصادف المرء مواقف يظن أنها قد رآها قبل. وهل تعلم أيضاً أن القبعة التي يرتديها خريجو الجامعات ابتكرها العرب المسلمون بالأندلس لوضع المصحف فوقها؟ وهل تعلم أن الجسم عند العطاس تتوقف كل أعضائه عن العمل ثم تعاود العمل وكل هذا في ثواني؟ وأخيراً هل تعلم أن التثاؤب لا يعني أنك بحاجة إلى النوم، ولكنه يعني أن الجسم بحاجة إلى المزيد من الأكسجين؟ أما هلأ نرمين بننتقل لمحطتنا التالية لليوم لنحكي عن موضوع كتير مهم بعالم الطفل والطفولة، ودائماً بنحكي عنه خلال رحلاتنا الصباحية، المشاكل السلوكية للأطفال. هي نقطة كتير مهمة عند كل الأهالي، بتلاقي أنه بيعانوا من بعض المشاكل السلوكية مع أطفالهم، خصوصاً بعد 10 سنوات من الحرب. يمكن في ضغوطات مادية اقتصادية معيشية، حتى الأهل اللي عم يشتغلوا شغل واثنين وثلاثة يكون في عندهم حتى بعض التصرفات هي اللي بتنعكس على نفسية الطفل وسلوكه. صحيح نور، وهي المشاكل عم تختلف، يعني ممكن تكون في مشاكل إلى بيئية اجتماعية أو ممكن تكون وراثية. كثير بنسمع عن حالة هيك طفل عنده بعض المشاكل اللي قول طالع لعمك طالع لخالك وقت كان صغير، فالأهالي بيربطوا بهي الحالة. هلا لما بتربطوا إيجابيات بعائلتها بتنعكس القصة أنت طالع أو هي حسب النقاش بيناتهم. لنحكي عن المشاكل السلوكية عند الأطفال معنا الأخصائية التربوية نشيدة بوزو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبدايه نعرف المشكلات يلي بتواجه الاطفال، هل ممكن تقسيمها تحت فئات او عناوين معينه؟ هلا اكثر مشكلات عم تواجه الاطفال خلال هالفتره هي العند، الكذب، تشتت الانتباه. اكثر شيء بنلاحظ تشتت الانتباه، اضطراب التواصل، ممكن السرقه، العض. هدول اكثر مشاكل سلوكيه هلا بنشوفها على الاطفال بهي الفتره. طبعا كل شيء مثل فينا نصنفه، يعني فينا نقول تصنف الى انواع المشاكل السلوكيه. هلا هي في مشاكل مكتسبه بتجي من الطريقه التربويه للاب والام، في مشاكل بتجي وراثيه، يعني مثلا مثل العنت 25% منه وراثه، بيجي الباقي من طريقه تعامل الاهل مع الطفل. تشتت الانتباه عم نشوفه كثير اخر فتره بسبب جائحة كورونا يلي اجت، والولاد كلهم اغلب وقتهم قضوه على التاب على الموبايل. هذا الشيء كله كمان ادى لخلى الولد يصير عنده تشتت انتباه وعدم تركيز. فينا نقول البيئه بتلعب دور، يعني هلا اغلب يمكن النقط المشتركه عند الاهل مثل ما قلت هي تشتت الانتباه، فرط الحركه، يعني بتلاقي الولد بدك تحكي معه ما مركز معك، عم يلعب بايده، عم يعمل حركات ثانيه، ما في تركيز تام.
هلا بنقول يمكن مو فقط يعني من 10 سنوات ما كانت في هي الضغوطات اللي عم نعيشها، يعني ما كان الطفل عنده هي المساحه. اليوم ما في مساحه، يعني نحن لما كنا صغار كان في الامان اللي كنا عايشين فيه، نلعب بالحاره، باب الجيران مفتوح، بتلاقينا بنروح لعند بعض. انا هي الطفوله عشتها، اليوم بنتي ما بتقدر تعيشها. فكمان البيئه تلعب دور، لانه ما في خيارات. يعني بالاخير الطفل بيروح على المدرسه على البيت، في تكلفه ماديه كبيره، ما عاد في عندك خيارات واسعه، فرح يكون في بعض المشاكل السلوكيه بتنعكس على الطفل. تمام. هلا فهون بيلعب دور الظرف والبيئه بهي المشاكل بجزء كبير. أكيد. هلا اكثر شيء كمان بنعاني منه الضغوطات يلي على الاهل. يعني انا لما مثلا بشتغل شغل وقت طويل او شغله عن ابني، صح. من الصبح مثلا للخمسه برجع مالي خلق اني اقعد معه وسايره، فهذا الشيء كمان كثير حساس. كثير لازم اقعد مع ابني، كثير لازم الولد يحس بجو العيله، الاب والام، يصير في حوارات نقاشات، اقدر اعرف اذا انا ابني عنده اضطراب سلوك لحتى اقدر اعالجه. طيب خلينا نمشي مع حضرتك مشكله مشكله ونفند شو اسبابها. يعني مثلا اذا بدنا نحكي العناد وذكرتي تشتت الانتباه يمكن اكثر شيء والكذب، خلينا نحكي شو الاسباب لكل وحده من هي المشاكل اللي عم يعاني منها الاطفال. هلا العناد مثل ما حكينا 25% منه وراثه، باقي شيء ممكن يكون قله اهتمام من الاهل، ممكن يكون زياده الدلال، مثلا انه كل شيء مباح، الطفل ما عنده حدود، كل شيء بنعطيه فهو بضل معند على فكره انه انا بدي هذا الشيء اعمله. بس هذا بيرجع للبيئه للاهل. تمام. يعني فلازم الام دائما من عمر الثلاث سنين للسبع سنوات تعمل كنترول على ابنها لحتى تعرف. هلا في شيء يكون في حدود مثلا من السنتين للاربعه ممكن يكون العناد طبيعي، لانه في مرحله تكون شخصيه الطفل. بس لما الشيء بيزيد عن حده، لا بعد تعتبري الاربع سنين هي فيك تفوتي معه خذي حوار للطفل، يعني هون بتحسيه قادر مثلا تحكي معه وتناقشيه بالاربع سنين. مزبوط. بس من السنتين للاربع سنين هو بيكون عنده تكون شخصيه، صحيح. فهو بده يقول لك لا، بده يقول لك انا بدي هيك، يعني بده يصير في خلافات بينك وبينه. في حدود طبيعيه، كل شيء بيزيد عن حده لازم نلاقي له، لازم ندور على السبب لحتى نلاقي الحل. طيب اشرنا يمكن نقطه كثير مهمه هي السلوكيات اللي يمكن يكتسبوها الاطفال من قبل الاهل. خلينا كمان هي النصائح توجه للاهل، قديش مهم السلوك والتعاطي مع الطفل. اليوم اغلب الاطفال اليوم مثل ما قلنا عنيدين، هي بالاخير بترجع يعني بعيدا عن الوراثه اكتساب، صح. من المحيط. لانه انا بالاخير مثلا اي حدا بالمحيط بيقول لك بدي ابن بيسمع الكلمه ومثالي، ما في ولد بيقول لك ايه على كل شيء ابدا. يعني ده هون بيصير في كسر عند، لا بدك تعمل اللي عم اقول لك عليه. فحتى طريقه التعاطي هي هون. خلينا نعطي بعض النقاط المهمه نحكي فيها مع الاهل، انه انا لما بدي اتصرف مع طفلي العنيد بتصرف بهي الطريقه لحتى ما يزيد العنيد عنده. هلا اهم شيء اني انا يعني لما بشوف سلوك غير يعني ما انه تمام على ابني، ما صليت الضوء عليه كثير لحتى ما يتشبث فيه هو اكثر. يعني فيني انا اذا كان عندي مهارات تربويه اعرف شو السبب، لاقي الحلول. كل شيء بالمحبه والتفاهم نقدر نحل مع الاطفال كل المشاكل. اذا انا ما بعرف شيء عن المهارات التربويه فيني استعين بحدا، اخصائي نفسي، او اذا كانت المشكله كثير كبيره فيني اتجه لطبيب نفسي. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم في مشكلات بيعانوا منها الصبيان اكثر من الفتيات. عم نحكي نحن بمرحله الطفوله، يعني ممكن تلاقي في مشكلات عند بنسبه اكبر عند الذكور ما تكون عند الاناث او بالعكس. لا ما كله مثل ما في الفروقات. لا ما في الفروقات، لا حسب البيئه وحسب طريقه التعامل الاهل مع الطفل. طيب من خلال الاحتكاك الدائم مع الاطفال شو اكثر هي المشاكل الشائعه وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هلا عم نعطي عموميات، يعني اي ام يمكن حديثه اليوم او عندها، وهي المشاكل دائما تكون مع اول طفل، يعني لما بيكون عندها هي الخبره الكافيه مع اول طفل، ثاني طفل خلص التجربه بتكون صح اكبر. صحيح. كيف فينا نعطيهم بعض الخطوات للتعامل؟ يعني انا بدي ادور على المنشا، ما يعني في اسلوب بالاخير قبل ما ادور على المنشا هو اللي فيني اتعاطى مع الطفل فيه. فخلينا نعطيهم بعض النصائح او بعض الاليه السلوكيه كيف يعني نتعامل مع الطفل، لانه قلنا يمكن اليوم ضغوطات كبيره، يعني على الكبار بتنعكس على الاطفال، صح. والحياه اختلفت والبيئه اختلفت، صح. هلا اهم شيء انه انا اكون مع طفلي متواجده دائما، اعرف كل تصرفاته كل سلوكياته. اذا لقيت اي ثغره لازم مثل ما قلت لك يعني لازم نحن نوعي الاهل.
مو معناتها اذا ابني مثلا سرق معناتها انتهت الحياه وانه هو عمل شغله كثير كبيره اني اتوتر، لا هو شيء طبيعي، يمكن يكون هو ما بيعرف الملكيه. صح، لازم انا اشرح له وفهمه بكل محبه وبكل بساطه، وبتصير مرحله بتعدي، ما رح تعلق معه ابدا بحياته. نفس الشيء العند، مشكلة تشتت الانتباه هي كتير لازم نلقي عليها الضوء، انه نحن لازم نعطي وقت لاولادنا، لازم ما نخليهم يعدوا لا على التاب لا على التليفون، حتى اذا كان شغلنا طويل نخصص ساعتين ثلاثة مع الاولاد، نعمل جو العيلة، الاب الام، نبعدهم عن مشاكل البيت اذا كان في مشاكل بين الاب والام، لحتى نقدر نتجنب اكبر قدر ممكن ونعيش الولد بطريقه ببيئه صحيه. هلا كون ذكرتي الموبايل والتاب، في ملاحظه يمكن اكثر من 95% من الاهالي لحتى يلهوا طفلهم اذا كان عندهم ضيوف، اذا عندهم اي شيء بيعطون الموبايل او التاب، ويمكن وقعوا بهذا المطب. هو صار الطفل عم يستخدم نوع من الوسيله يعني للضغط او لزياده العناد او حتى النق على اهله. كيف ممكن يرجعوا يتعاملوا مع هي النقطه او يصححوا المسار لها؟ هلا في شغله كثير مهمه كمان حابه احكيها. الام مثلا وقت بتحط ابنها على التاب او بتحط له مثلا شيء تعليمي، هي شو بتفكر؟ انه هو عم يستفيد، عم يحفظ احرف، عم يحفظ ارقام، بس هو فعليا مثل المسجل، عم يحفظ بس تسجيل اصوات، ما بيكون هو فعليا عم يحفظ الشيء المفيد ممكن يستفيد منه او يعمل له بنيه معرفيه. هذا الشيء كثير غلط، لازم نخفف كثير منه. لازم ما نقول نفصل، لانه في ناس بتقول لك يعني نحن بنخفف، هي لا نسبه لما تقعد الطفل لساعات طويله، لانه بالاخير الام ماسك الموبايل والاب ماسك الموبايل ويقول له للولد لا تمسكه، كثير غلط. بعدين هي حقيقه، هي حقيقه يعني واقع، ايه صار داخل بكل مفاصل حياتنا. بس نحن بنقول مثلا نص ساعه الصباح، نص ساعه المساء، معقوله بس احيانا بنشوف مثلا طفل هيك حرام، حتى قعدته اهله تاركينه لمدار ساعه ساعه ونص، هذا بياثر حتى على فينا أكيد. نقول يعني ممكن يأثر عليه على عقله، على طريقة تفكيره، على حتى فينا نقول بعض وعيونه والسلوك بيأثر كثير، تأثيرات سلبية كثير. فلازم هاي الشغلة نتجنبها وما نخلي الأولاد يقعدوا وقت طويل عليها، ومثل ما قلت لكم إنه يكون في حياة عملية نحن نعيشها مع بعض مع أولادنا. طب خلينا هيك نركز اكثر بنتجنب، لانه كثير بيحاولوا امهات يعني يحطوا ضبط لهي العمليه ما عم يقدروا. هل ممكن مثلا الام تخلي انه مسكه الموبايل او التاب هي مكافاه اذا عمل شي نشاط بفتره محدوده، ولا مو يوميا؟ قديش ينصح مثلا انه مثلا الام تخلي الطفل يحضر على التاب او الموبايل؟ هلا بالنسبه للوقت هو حسب العمر، كل ما كان صغير مثلا من ساعه، كبر شوي ساعه، لا مو انه خليه مكافأة، انا بفضل انه نلاقي بديل، يعني نخلق شيء نعمله غير نشاطات تفاعلية بالبيت، نشاطات تفاعلية بالبيت غير الخناق، تمام، غير انه نحن نمسك الموبايل ونقعد عليه. في كثير نشاطات ممكن نعملها مع اولادنا بتفيد وبتسلي وبتقوي العلاقة بيناتنا. صحيح. طب خلينا نحكي عن جزئية كثير مهمة، يمكن ظروف الحرب ما عاد خلت لأي كابل أو أي عيلة خصوصية، يعني أحيانا بتشوفي هلا بسبب الأوضاع اللي مرينا ما عاد في عيلة بتقعد لحالها، في عيلتين أو ثلاثة سوا، هذا بيأثر على سلوكية الطفل من خلال القواعد اللي بيحطوها الأهل، إنه أنا مثلا ابني ما بينام يعني خلص الساعة 8 ونص بتقطع بده ينام، في هالقد يعني في بعض القواعد هن متفقين عليها، بيجي مثلا حدا من العيلة الست أو الجد أو الخال أو العم بيخرقلك هي الخصوصية أو هي القواعد، وآخر شيء بتوقعي بمطب إنه الولد بينتبه إنه مرة مرقت خلص بتمرق معك مرة ثانية. هون قديش الأم لازم تكون ذكية بهيدا التعامل، لأنه بدنا بالأخير بدك نوع من الحزم والصرامة مع الطفل. أكيد لما بحط للطفل حدود هذا الشيء بيريحه، هو بيرتاح، بيعرف شو الشيء المسموح، شو الشيء اللي لازم يعمله، شو الشيء اللي ما لازم يعمله. هي يعني بالطريقه التربويه الحدود كثير اساسيه وفعاله. فلازم الام هون مثل ما قلتي تكون ذكيه وتقدر هي بقى تدبر الامور في ضبطها. صحيح. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم، يعني لما نحكي نحن عن مشكله يعني في خطر بيكون، شو الخطر اللي عم يكون تحت كل مشكله يعني ذكرتيها حضرتك، سواء او حسب التقسيمات اللي ذكرتيها ببدايه الحديث؟ هلا الخطر انه الام ما تحس على احد مشاكل ابنها ويقطع 7 سنين وهي ما عالجتها، هون بقى بتصير عنده مشكله حقيقيه.
يعني بتضل معه، ممكن تكبر، ممكن تؤدي لشغلات تانية هي ما تكون بالحسبان. يعني فينا نعتبر فترة التربية هي عم تبدأ من 3 لـ7 سنين. الطفولة هون نقدر نغير سلوكيات أو نخفف منها سلوكيات سلبية. طبعاً إذا لاحظنا أي سلوك بالطفولة المبكرة بنقدر نغيره. صحيح، هو نشتغل عليه ومنغيره. هو اكتساب السلوك سهل لكن تعديله هو الصعب. تماماً. كل ما تقدم الطفل بالعمر هون بيكون في صعوبة من قبل الأهل والمحيط. طيب خلينا نحكي اليوم لما نقول في مشكلة عند الطفل، في بعض التصرفات بيقوموا فيها الأهل هنن بيشاركوا بهي المشكلة أو استمرارها، مثل الحديث عن هي المشكلة علنا، يعني هذا كتير بيأثر على الطفل. مثلا عنده هي المشكلة، مثلا عم نحكي مثلا الأب والأم هنن الدائرة الأمان عند الطفل، بس ممكن عم نحكي مع الست مع الجد قدامه على التليفون بينتبه لهي التفاصيل، فبتنعكس نفسيا على الطفل. تتعزز عنده. صحيح، تتعزز نقطة كتير مهمة. طبعا كثير مهمه، مثل ما قلت لك قبل انه نحن ما بصير نسلط الضوء على المشكله اذا كانت موجوده عند الولد، لازم نعالجها بطريقه من دون ما يحس ويشعر. ودائما لازم نعزز عنده الاشياء الايجابيه، ما نعزز الاشياء السلبيه. طب تعزيز الاشياء الايجابيه من بالمقارنه قديش غلط؟ يعني لما بدي اعزز التصرف كتير الايجابي انه فلان هيدا الطفل رفيقك بيعمل هيك هيك بس انت ما بتعمل، هو شاطر. كبير. غلط كتير كبير، ما بصير نقارن ابدا. كل حدا له شخصيته، كل حدا له طريقته وبيئته التربويه، فهذا هي المقارنه لا هي كتير غلط. كمان كتير بنسمع عند الاهالي عبارات مثل انه ابني ما بيسمع كلمتي او ما بيسوي غير اللي بده اياه. هي قديش تعتبر اليوم مشكله خطيره، وكيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هي الحالات؟ يعني ابني بيطنش، بيسمع وبيطنش، او بطلب منه طلب ما بيرد، او بقول له لا تسوي هاي الشغله لا بيسويها. يعني احنا انت ذكرتي انه ما في ببدايه حديثك انه ما في طفل بينضبط 100%. طبعا قديش حدود الانضباط؟ يعني مثلا لازم قديش الطفل يكون قدران يكون يعني ينفذ اوامر الاهل او ينصاع للاوامر مثل ما بيقولوا؟ هلا هذا بيرجع حسب العمر مثل ما قلت لك. وقت بيكون عمره صغير ممكن يكون عنيد، يعني كيف يعني لازم يكون العند مقبول ماله يعني بطريقه كثير قوي كثير كبيره. بس يصير كثير العند عنده دائما متزمر دائما، معناتها في مشكله. صحيح، في مشكله لازم نعالجها ونحلها. طب خلينا نحكي عن الشراكه بين الام والاب. اليوم عم نشوف مثلا مثل ما قلنا ببدايه حديثنا القضاء الوقت الطويل بالعمل بيأثر كمان بطريقه التعامل مع الطفل، بالحدود، بالقواعد، قديش فيني انا اضبطه ولا لا. اليوم بنشوف مثلا كله بيجي على كاهل الام لانه هي بتقعد الفتره الاطول، واغلبهم عم يشتغل، بس الاب عم يضطر يشتغل لشغل 2 و3 ليقدر يمكن الدخل اليومي ليقدر يطلعه لاولاده. التشاركية قد ايه مهمه لما نعتبر لو كان في مشاركه بسيطه، بس هي الصوره توصل للطفل. لو نحن عم نقول بتواجد نص ساعه نحن نقعد نحكي مع الطفل كعائله كاب وام، التشاركية جدا مهمه لانه الطفل هو بيبني شخصيته من الطرفين، من عن طريق الام عن طريق الاب، الاثنين وجودهم مهم جدا بحياه الطفل. لازم يكون الاب متفرغ للطفل وبالتالي الام. دائما اذا غاب حدا منهم فهالشيء بيعمل مشكله عند الطفل، ودائما اللوم للام. يعني الضغط يعني الكبير على الام، حتى اذا طلع شيء سلبي من الطفل انت السبب مش انه تشاركيه. صح، بس هو بالحقيقه لازم يكون في تشاركيه بين الاثنين. مو بس الاهل، كمان ايضا عم يربوا الطفل او يشاركوا بتربيته المدرسه ايضا. خلينا نحكي عن دور اليوم بتعديل بعض السلوكيات عند الطفل. هلا المدرسه بتساعد بتعديل السلوكيات، لكن الاساس هن البيت، الاب والام. يعني نحن مثلا دائما وقت بنشوف مشكله عند الولد بنجيب الام والاب بنحكي معهم لحتى نشوف شو سبب المشكله، بنلاقي حل وبنتساعد نحن الاثنين لنحل هي المشكله. طيب ايمتى نقول هي المشكله بحاجه لتدخل اختصاصي؟ يعني لما نقول انه خلص المشكله هون بدها تدخل من اختصاصي تربوي لنقدر نتشارك هذا الحل، ويكون كل يعني فينا نقول الاعضاء متشاركين، ان كان المدرسه او الاهل او المجتمع المحيط العائله. لما بيكون في عند ابني مشكله انا بعرف انها مشكله وعم حاول حلها معه وما عم بقدر، هون بقى بصير بدي حدا يتدخل، يكون مثلا اخصائي نفسي اقدر الجأ له اشرح له شو عم بيصير لحتى اقدر حل المشكله، ولحتى ما تكون عالقه معه لبعد ما يوعى ويكبر لحتى اقدر حلها. تمام. نصائح اخيره ممكن تقدميها بهذا الموضوع او اي نقطه بتحب تضوي عليها ونحن ما ذكرناها؟ اهم شيء الوقت للاولاد، نعطي وقتنا للاولاد كثير منيح،
نهتم بالعمر بين السنتين والسبع سنين، دائما نكون نعمل كنترول على كل شيء، على كل تصرفات اولادنا، اي سلوك طبيعي من مرقه، من عند، من كذب، من سرقه، معلش ما نسلط الضوء عليه، بس نشوف الشيء تفاقم. دائما لازم نلاقي حل لحتى نكون بالامان بموضوع أكيد. التربيه اكيد. يمكن مثل ما بلشتي حديثك بالمحبه والحب، فينا نعالج المحبه والحب اي مشكله أهم شيء. صحيح، بس كمان ما نهتم زياده بالاطفال، ما نغيب عنهم كثير، هدول الشغلات كثير مهمه. صحيح، بنشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. الاختصاصية التربوية نشيدة بوضو، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكي. اما هلا نور، خلينا ننتقل لمحافظة اللاذقية وابتكار رقمي سوري يساعد من هو محتاج، عصا المكفوفين. تتألق معها الشقيقتان فاطمة وياسمين اسماعيل اللتان حصدتا المركز الاول ضمن مسابقة الابتكار الرقمي التي تنظمها الامم المتحدة. التفاصيل مع علا ناصر. ابتكار رقمي سوري يساعد من هو محتاج، عصا المكفوفين تتألق معها الشقيقتان فاطمة وياسمين إسماعيل وتحصدان المركز الأول ضمن مسابقة الابتكار الرقمي التي تنظمها الأمم المتحدة في ظل دعم حاضنة المعلومات بفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية. مشروعنا هو عبارة عن باينتك، هو عبارة عن أول عصا ذكية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية لجنب المكفوفين ضعاف البصر جميع المخاطر اللي بتعرض حياتهم وخطر في حال حياتهم اليومية. في حال كان الكفيف ماشي في قدامه بركة مي بتعطي العصا انذار صوتي ناطق امامك مياه، دراج امامك دراج، حفرة امامك حفرة، امامك مياه، انت في مكان مظلم، مع اهتزاز الكفيف لا يعرف انه هو في مكان مظلم. طبعا الاضاءة بالمكان المظلم هي انذار للاخرين لتجنبهم ويعرفوا انه هذا الشخص كفيف، مع في حال امكانية شحن العصا والعثور على العصا في حال ضياعها من خلال جهاز بس يضغط على الكفيف بيقدر يسمع وين مكان العصا. مشاركتنا بالـ WSA هي عبارة عن مسابقة عالمية كانت مشارك فيها تقريبا 100 دولة، وكانت في 300 طلب مقدم من هاي الدول، ونحن كنا من الخمسة الفائزين. طبعا نحن مشاركتنا بهيدي المسابقة مع منظمة الأمم المتحدة اللي بتضم 160 عضو 180 عضو، كانت هون المشاركة كتير مهمة إن سوريا تكون موجودة بهي المحافل الدولية بشكل مميز، عندها إنجازات على المستوى الرقمي اللي هي إلى تأثير إيجابي على المجتمع، وهيدا بظن اللي يميز مشروعهم واللي خلاهم بين 300 مشروع ينجح، كونه بيوافق أهداف التنمية المستدامة وله تأثير إيجابي بالمجتمع. يمكن هيدي وهيدي الجائزة برأيي كتير مهمة إنك أنت تأخذ ختم أو امتياز من منظمة مثل الأمم المتحدة بشكل عالمي إنه أنت مشروعك له ابتكار. هل أنا بحب أتشكر من منبركم السيدة الأولى اللي هي كانت مآمنة بهيدا المشروع من بداياته، من لما كان بروتوتايب كتير صغير، و وقدمت لهم دعم لحتى يمكن كان بالنهاية أنت كشخص عندك فكرة إبداعية، لما بيكون عندك أشخاص مآمنين فيك وبحلمك وبرؤيتك وتكون جهات ذات مسؤولية مجتمعية مآمنة فيك وبتساعدك كدعم، أنا واثقة أكيد نحن رح تكون إنجازاتنا السورية بالعالم دائما بتشكلنا فخر كلياتنا كسوريين. يسجل لحاضرة المعلومات هذا الإنجاز والتي تهدف لتقديم الدعم والرعاية للأفكار الإبداعية في المجال الرقمي، خاصة لدى أوساط الشباب، لتتحول إلى مشاريع ريادية لخدمة الإنسان والمجتمع. أما هلأ نيرمين وصلنا لمحطتنا الأخيرة، ودائما برحلاتنا الصباحية للفن والموسيقى حصة برحلاتنا حصة كتير كبيرة رغم كل الظروف والصعاب اللي مرينا فيها، لكن الموسيقى السورية مستمرة على مختلف أنواعها بالمحافظات السورية وبدمشق. اليوم رح نحكي عن أمسية ألحان من الشمال رقم 2 مع إدريس مراد، إعلامي ومتابع شرس للموسيقى السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. ألحان من الشمال 2، خلينا نحكي عنها أكثر، وشو الاختلاف اللي كان عن النسخة الأولى منها؟
مضمون الحان الشمال يعني هو هاي المعزوفات او المقطوعات او الالحان فينا نحكي لمؤلفين من شمال وشمال شرق سوريا. صحيح. يعني اكيد راح يكون في شغلات جديده دائما بهذا المشروع طالما يعني المنطقه وخاصه الجزيره السوريه ومنطقه عفرين ومنطقه حلب غنية بالموسيقى بألحانها بثقافتها، فكان من ضروري أنه يعني نلقي الضوء أو نقدم هذا الموسيقى اللي كانت عمليا غائبة عن مسارحنا، اللي كانت غائبة عن الساحة الفنية عموما. يعني كنت دائما عم بحكي أنه يعني المناطق مثلا منطقة الساحل ومنطقة الفرات ومنطقة الجزيرة السورية كانت مظلومة دائما سواء بالإعلام أو حتى على المسرح. فكان أول شيء الهدف، يعني كان الهدف الأساسي من ألحان الشمال هو إلقاء الضوء على ألحان يعني هي فريدة من نوعها حقيقة، في عندها حس خاص، في عندها روح خاص، فكان من الضروري جدا أنه يكون على مسرح دمشق ولا سيما مسرح الأوبرا. صحيح. عموما نحن العام الماضي او النسخه السابقه اشتغلنا على موسيقى آلية، يعني نحن المنطقه ككل يعني سواء كان الموسيقى العربيه او حتى موسيقى المنطقه تفتقر شيء اسمه الموسيقى الآلية. فانا دائما بصر انه اقدم حتى لو كانت الحان غنائيه بطريقه آلية، اولا لتشجيع المؤلفين انه يكون في شيء اسمه موسيقى آلية صرفة للمنطقة، زائد انه يكون في شيء انه على الاقل انه هاي الالحان تتوثق تترجم يعني نشوفها. صحيح. حتى لو هذا التوثيق ضروري، نحن بنعرف انه بالحرب قديش تعرضت سوريا والثقافة السورية للسرقة ولل بس انت حامل هيدا الشيء يعني انت طبعاً. من بدايه استضافتنا لك استاذ ادريس هي مسؤوليه، يعني انت بتحس بنحس دائما هذا الشيء معك انه انت بتحس في مسؤوليه كبيره تجاه هيدا الشيء. لما نحكي عن موسيقى الشمال كثير اشتغلت انه تنعرف بجميع انحاء سوريا، لما نحملها للعاصمه دمشق تتقدم على دار الاسد للثقافه والفنون، هي جزئيه كثير مهمه لانه المنطقه الشماليه غنيه، ولما نسمع هيك بندندن هي الاغاني التراثيه اهلنا بيعرفوها، فواجب علينا نحن نعرفها للاجيال القادمه. هي المسؤوليه دائما معك بتحس فيها، نحن وهي التوثيق كثير مهم لانه نحن عم نحكي عن استهداف مادي ولا مادي، مو فقط المعالم الاثريه في سوريا خلال الحرب اللي مرينا فيها. وخاصه انه الالات يعني فينا نحكي انه الالات القديمه صحيح. السوريه هي حاليا محصوره بمنطقه الجزيره السوريه ومنطقه شمال حلب، فحقيقة هاي يعني كان من الضروري انه نحن بنعرف انه الآلة الطنبور والآلة البزق وحتى الدف الاساسي اللي بينعزف مع هاي الالحان كان من الضروري انه يكون مع اوركسترا بشكل مدروس. يعني نحن بنعرف انه هي دائما كانت حالات او آلات افرادية بتقدم بالمناسبات وبالاعراس ومع بعض الالحان الغنائية السماعية، ولكن نحن اللي عم نعمله بألحان الشمال او حتى باغلب نشاطاتي اللي تكون العلاقه بالتراث السوري دائما نحن عم نحاول نقدمه بطريقه حضاريه اكثر ولا اكثر. فمثلا ألحان الشمال 2 لاول مره رح تقدم آلة الطنبور الاساسيه اللي عمرها الاف السنين واللي عمليا يعني حافظت على الشكل الى اليوم يعني بعد الخاصه عملها معانا يعني تقريبا فيك تحكي انه، وخاصه في عنا عازف وحيد اللي حاليا اللي بيعزف بهي الطريقه القديمه عفوا صح. فكان من الضروري جدا انه نقدم مع الاوركسترا، فراح يكون معنا عازف اسمه اكرم نازي من منطقه عفرين راح يقدم هاي الاله مع لحن ينتمي الى هذا التراث العفريني العظيم مع اوركسترا بتوزيع من الاستاذ بهجت سرور وايضا قياده اوركسترا زي اسعد. فهي المساله كانت ضروريه، وايضا نحن حاولنا انه او نمزج او نخلط بعض الالات الشعبيه اللي بتعطي روح المنطقه. فمثلا من الالات الارمنيه حاولنا نجيب دودوك، دورت كثير على عازف دودوك
كان في حدا بمنطقه كسب خيام مش نعرفه للناس لانه نعم. الناس ما كثير بتعرف شو هو الدودوكي آلة نفخيه تشبه الناي ولكن تعزف على باسلوب المزمار يعني بهذا الاسلوب لكن صوتها كثير حنون ويعطي روح الموسيقى الارمنيه فكان من ضروري يكون في هاي الاله موجوده وايضا جبنا اله اسمها داهول داهول هي كمان تعطي هذا الروح الارمني وايضا حاولنا نجيب عازف دف من قامشلي اللي بيعطي روح الكردي بالاضافه الى اله البزق والسنه حاولنا نحط بعض الاغاني يعني يكون في نماذج غنائيه بهذا المشروع خلافا عن العام الماضي فعنا المغنيه ماريا في هويه ثقافيه اقوى فعنا المغنيه ماريا جيجيان من حلب اللي بتغني نموذج الارمني وعنا آلان مراد اللي بده يقدم من قامشلي نموذج الكردي وايضا عنا هوفيك جربو اللي بده يقدم النموذج السورياني والمردني قديش حلو هذا الغنى والتنوع اللي عم تذكره حضرتك وبيعكس الحالة اللي دائما بنحكي عنها بسوريا عن تعدد وتنوع الثقافات تماماً. خلينا ننتقل لموضوع ثاني وهو حضرتك مهتمة بالتأليف برصيدك 5 مؤلفات رح نحكي عن آخر واحد عم تحضر له هو بتناول حالة توثيقية للموسيقى السورية تماماً. خلال أيام الحرب يمكن خلينا ناخذ تفاصيل عنه أكثر أنا عندي 3 كتب مطبوعين حقيقة كتاب أول كان باسم كلمة والنغم هي عبارة عن حوارات مع الموسيقيين الأكاديميين السوريين يعني بكل في شو بدي اختصاصه يعني هناك حوار مع مغني أوبرا وأيضا مع قائد أوركسترا ومع مغني شرقي ومع بعض الآلات الموسيقية بس كلهم أكاديميين حقيقة طبعا جمعية صدى الثقافية الموسيقية عفوا انا كثير عم بتاثر بالتكييف سلامتك فيك تشرب مي اذا بتحب فالكتاب الثاني شكرا الكتاب الثاني كان بعنوان من عالم الموسيقى الاوركسترا بحكي فيه عن الاوركسترا وطقس الاوركسترالي وايضا العازف الاول في الاوركسترا والمايسترو كمان له علاقه بالموسيقى الكتاب الثالث طبعا الكتاب الثاني من طباعه وزاره الثقافه هي عامل الكتاب الكتاب الثالث كان خارج الصف حقيقة هو له علاقة بالموسيقى باعتباره له علاقة بالشعر طبعا كمان هي لأول مرة بتصير هي من إصدارات وزارة الثقافة هي عمل الكتاب هي ترجمة قصائد كردية للشاعر جيغرخوين إلى اللغة العربية من إصدارات وزارة الثقافة الكتاب الرابع اللي عم بشتغل عليه أو هو أنجز عمليا له علاقة بالموسيقى السورية في زمن الحرب يعني هي أيضا حالة توثيقية عم بحكي فيه مهمة. يعني نحن ما وقفنا موسيقى رغم كل الظروف تماما هذا اللي حابب أحكي عنه فعم بحكي عن كيانات موسيقية فرق وأيضا عن شخصيات كان لهم تأثير خلال هاي الفترة بالموسيقى السورية مع بعض التحليل مع بعض حتى الأعمال الموسيقية اللي تألفت في خلال هاي الفترة من الزمن يعني اعمال عدنان فتح الله، عدنان كمال سكيكر وايضا جوان قرجولي و كثير كثير من اللي كانوا اللي اشتغلوا بالتاليف خلال فتره كان الحرب كان في انتاج كان في كسر يعني كان في نشاطات ثقافيه موسيقيه ففي كثير يعني اعمال انجزت اعمال موسيقيه اليه كمان هي مسؤوليه اليوم يعني دائما انت هيك بتروح للمكان الحساس يعني نعم. في صعوبه اليوم بالتوثيق لما يكون بالاخير هذا الكتاب مرجعيه لانه بنعرف قديش التوثيق جزئيه مهمه وابن البلد اللي يوثقه لانه احيانا بتشوف بعض الاشخاص اللي هنا بيكونوا جايين زياره بيوثقوا بيكون في تضليل او في بعض القصص اللي هي اساسا يا مخبايه ما بيحكوها يا بيطرحوها بطريقتهم الخاصه اليوم لما نحكي عن هذا التوثيق في مسؤوليه في بالحقيقه حتى الكتاب هذا اللي انجز عمليا يعني هو عم ياخذ جانب جانب ممكن العاصمه اكثر من المحافظات الثانيه اعتقد راح يكون في اجزاء اخرى يعني اخذ في محافظه حلب وايضا اخذ منطقه الجزيره واخذ كثير من المناطق السوريه كان من ضروري اول شيء تسليط الضوء على الموسيقى الاكاديميه خلال الحرب هي كان من الضروري جدا وخاصه ما انتجته معهد العالي للموسيقى باعتبار الكتاب هو بالتعاون مع معهد عالي للموسيقى ووزارة الثقافة
حضرتك دائما متابع للشأن الفني الثقافي بسوريا، نحن فتنا بال 2023 والخطه يمكن بلشت هيك تنوضع لملامح العام الجديد، خلينا نحكي عن تحضيرات عم تكون قريبه او راح تكون قريبه لبعض الاعمال. هلا حقيقه هو اتجاهي الاساسي هو الكتابه اكثر، يعني انجزت ب 22 العديد من المقالات اللي تخص الموسيقى وايضا تخص التراث السوري، عملت كثير شيء له علاقه بالامثله والحكم والحكم الشعبيه للالوان السوريه بشكل عام، وكتبت كثير عن حفلات موسيقيه واعمال موسيقيه، حتى عملت اكثر من مقاله عن الموسيقى الكلاسيكيه العالميه، كان من الضروره انه هاي المسائل انه الشيء اللي بحبه انا اولا واخيرا الكتابه. يعني عمليا الحفلات اللي عم بعملها او النشاطات اللي عم بقوم فيها بالمحافظات او حتى في دمشق هو له علاقه بهذا الاتجاه العملي بجانب ما عمله هي بتعمل لك انعاش عمله يعني هي بتعمل لك كل النشاطات الفنيه عمله نظريا يعني صحيح. هو بهذا الاتجاه له علاقه بالكتابه فحقيقه يعني راح نستمر في مهرجان قوس قزح سوريا في منتصف العام وايضا بمهرجان اله البزق اللي نحن صار رقمه قد ايه 12 نعم ان شاء الله هيك يا عبالي ايضا هناك مهرجان الاغنيه التراثيه السوريه الثاني اللي سويته العام الماضي مع مديريه مسارح والموسيقى في شيء جديد بمهرجان الاغنيه التراثيه راح يكون هلا طالما في تراث سوري يعني حكينا سابقا كان دائما في جديد بما يتعلق بالاغاني التراثيه القديمه يعني تم اكتشافها طالما في جديد طالما هو تراث فاكيد له علاقه اكيد بالاغاني التراثيه ولكن صحيح راح يكون في اعمال جديده ووجوه جديده واشخاص جدد اللي بيهتمون بالتراث واللي بيأدون هذا النوع من الغناء فطالما نحن ببلد اللي هذا الغنى الثقافي صحيح. العظيم فدائما رح يكون في جديد ما رح يعني انت ما بتبحث لا مهرجان نعم تمام لا مهرجان ولا اثنين ولا ثلاثه راح نقدر يعني نخلص هذا التراث فهو محاوله عمليا لارشفه وتوثيق هذا التراث فيني اعتبره يعني مساهمه في توثيق ثقافة هذا البلد اللي عم يمتلك هذا التراث الغني والجميل. خلينا هيك نحكي مع حضرتك بموضوع عن الأغنية التراثية، كثير بنشوف في بعض الفنانين بيعملوا محاولات ليجددوا هي الأغنية، ولكن المضمون الدائم اللي بتقدموه أو بتشرف عليه حضرتك بيكون مختلف عن الأغنية التراثية. خلينا نحكي عن هي نقطة الاختلاف وعم تشوف هي المحاولات هي عن جد عم تنصف الأغنية أم يعني بعض بيقولوا لك في ناس بتحب في ناس بتقول لك لا هي عم تكون محاولات للأسف تشويه. هلا أنا كثير كتبت عن هذا الموضوع حقيقة من بعض المقالات وعطيت كثير تصريحات لكثير من الصحف العربية وكتبت كثير مقالات عن هذا الموضوع صحيح حتى بحواراتي على التلفزيون حكيت فيها كثير، أنا عمليا ضد كل شيء اسمه تغيير اللحن الأساسي في التراث. يعني أنا بعتبره جريمة بحق الثقافة. أنا باعتقادي اللي بده يجرب اللي بيقول لك انا بس عملت غيرت التوزيع ما غيرت اللحن هلا اللحن اكيد يعني هلا التوزيع انا مع يعني هو التجديد بالتراث ممكن يكون مع التوزيع الموسيقي صحيح مع يعني يكون في جمع اكثر للالات الموسيقيه ولكن انه يحافظ على اللحن كما هو والكلمات كما هي فمن الضروري جدا في كثير من الاشخاص طلعوا مؤخرا سواء بدمشق يعني انا مثلا كان عندي علاقه وثيقه مع ذياب مشهور المطرب السوري المعروف اللي قدمت كثير من التراث الفراتي صحيح في بعض الفرق الشبابيه قدمت اغاني انظلمت حكى لي هو شخصيا انه هذول شوهوا الاغنيه تبعي هو كان الهدف بتلاقي هن الهدف يعني استثمار شهره هي الاغنيه بيكون بس كمل وايضا انا علاقتي جيده جدا مع الاستاذ خضور اللي من ساحل السوري ايضا قدموا لي عادل خضور طبعا علاقتي وانا جبته وكرمته اكثر باكثر من حفله بدمشق كمان في بعض الفرق الشبابيه قدمت له ولكن تماما فكمان قال انه هن اجرموا بحق اغنيتي شوهوها فهذا التشويه انا بعتبره جريمه
التجديد بالتراث أو التطوير بالتراث هو تقديمه بشكل لاق، توزيعه بشكل لاق، وإضافة بعض الآلات إلى هذا اللحن الأساسي. صحيح. ممكن يكون هذا هو التطوير. نحن عم نشوف، أنا عم لك، نحن عم نشوف يمكن استثمار شهرة هي الغنية، يعني نحن بنشوف بعض الشباب اليوم، في ناس مع في ناس ضد، بس بيستغلوا شهرة هي الغنية وبيطرحوها بطريقة مختلفة. في حنية باللحن القديم تكون هي أجمل مثل وأقوى، مثل لما حكينا مع عادل خضور، لما في الأغاني القديمة اللي هي بتلامس الروح، كل المطربين اللي بيحكوا عن التراث وبيتغنوا فيه. اليوم عم نشوف تجديد برتم شبابي، نحن الشباب ما كثير عم نقبله. يعني صار مؤخرا بأغنية شهيرة جدا عند الأكراد اشتغلها، صحيح، للأسف أصالة نصري، كان في فرق شاسع بين الأغنية الأساسية كان في، أنا بس قصدًا قدمتها بدار الأوبرا. صحيح. هاي الأغنية بشكلها الأساسي مع فرقة أشتي، فمن الضروري جدا أنه هذا اللحن الأساسي موجود أو هاي الكلمة الأساسية موجودة، خلينا نحتفظ فيها، نحط مثل ما هي ونجرب بما فوق هو جديد، أو نجرب من خلال تجاربنا نحن. يعني صار في من المفروض، يعني هلا نحن وصلنا لنقطة محك، صار مين ما كان في يمسك غنية تراثية وبينسبة، يعني في خلاف من 10 سنين كان على غنية سورية تراثية، هل هي أردنية أو تراثية؟ هي معروفة من يعني بالفراتية. هون ما لازم يكون في قانون يمنع لما يكون في حقوق، نحن بنعرف إنه في حقوق محفوظة، بس إنه لا في، لا في الحقيقة في شغلات كثير تشبه وأحيانا يعني لدرجة يعني توحد نحن بيننا وبين لبنان. صحيح، تشابه كبير في بلاد الشام، بلاد كلها الشام. صحيح صحيح، ففي شيء شبه ما بين، وخاصة الأغنية الجبلية كثير. صحيح. في كثير شبه، في تشابه مع فارق صغير، أو فينا الحفاظ على النوعية، مش الروح. من المفروض يكون في لجان، يعني ما يتم تشويه الغنية بس، من المفروض يكون في لجان، من المفروض يكون يعني أنا دايماً عم بحكيها أنه يكون في لجان مختصة في هذا المجال. في حدا مختص في مجال التراث أولاً، وأيضاً مختص في مجال الموسيقى والتنويت، المفروض يروحوا لأبعد قرية بسوريا حتى يقدروا يجمعوا، مثل ما عمل كثير تجارب عالمية، مثلاً بيلا بارتوك اشتغل بهذه الطريقة، كوميداس اشتغل بهذه الطريقة، ذهبوا إلى أبعد قرى في بلدانهم حتى يقدروا ياخذوا الشيء الاساسي من شفاه الكبار السن، من باصوات يعني اشخاص مسنين، فاخذوا البنيه الاساسيه للاغنيه. نحن لحد الان للاسف الشديد يعني هي في محاولات حقيقه من وزاره الثقافه لاكثر من مره حاولت انه تشكل لجان للنذر، يبدو كان الحرب هو السبب، ونحن بنعرف انه فترة الماضي كانت صعبه على البلد. اعتقد ايام الجايه راح يصير انه في لجان جاهزة، في لجان جاهزة بوزارة الثقافة تشتغل على هذا الأساس. وتأكيدا لحكيك، للأسف منلاقي الأغاني يلي عم يتم إعادة توزيعها هي عم تكون منتشرة أكثر بين الناس، يعني المحتوى يلي عم تقدمه حضرتك وكثير من الشخصيات مثلك عم يتقدم بالأماكن المختصة، يعني بدار الأوبرا، بالمسارح الثقافية، وللأسف يمكن ما كتير بيكون عليها هذا الأقبال مثل لما الواحد يسمع على الموبايل أو على اليوتيوب. تمام. فاليوم برأيك شو الخطوات اللي لازم تنعمل جديا لحتى إيصال الأغنية التراثية الصحيحة لكل الناس، لكل المستمعين؟ الموسيقى النظيفة، خلينا نحكي الموسيقى الجادة، سواء كانت تراثية أو حتى جديدة. تمام. أو يعني شو ما كانت، المهم تكون في شيء اسمه جاد. هلا الحقيقه انه اول شيء لازم نرجع شيء اسمه الهويه الموسيقيه السوريه، يعني هلا ما عاد في شيء اسمه هويه الغنائيه السوريه، يعني ضاعت تماما، ما عاد في شيء عندنا اسمه يعني انتاج وشركات انتاج تهتم بالاغنيه السوريه، حتى مهرجان الاغنيه السوريه تماما، حتى مهرجان. هلا مهرجان الاغنيه السوريه التراثيه هو كان محاوله لاعاده هذا مهرجان الأغنية السورية، نحن عم نحكي عن مهرجان الأغنية السورية القديم الذي كان يقام تماماً سنوياً. تماماً. وتوقف بسبب الحرب، اللي كانت تقوم بأكثر من منطقة بحلب وبلادية، فكان ضروري هاي المهرجان ترجع شيء اسمه مثلاً كبار المغنين خرجوا من هذا. صحيح. المهرجان. صح. الراحلة ميادة بسيلي، سمير كويفا، كلهم كثير من الأشخاص. من الضروري أنه يصير عندنا هيك مهرجانات، واحد زاد مسألة إنه التراث وتقديمه ونشره. هلا مثل ما قلت، ما أقدمه هو محاولة إني ساهم إنه بـ 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 بإنجاز هذا العمل بطريقة لائقة، وأيضا بـ
توثيقه سواء بالتلفزيون او حتى على المسرح خلال تسجيلات من خلال دار الاوبرا. مؤخرا دار الاوبرا عملت خطوه نحو هذا الاتجاه، نحو نشر الموسيقى الجاده او ما يقدم في دار الاوبرا. هو يعني عملوا شيء اسمه بث مباشر من خلال موقع باخراج جميل وبتصوير عالي الدقه وباخراج احترافي حقيقه. عم يحاولوا انه الحفلات المميزة أنه يقدموها بشكل مباشر على موقع دار الأوبرا. كان في تجربة بالتلاقي جميلة جدا بأنه أغلب الحفلات كانوا يقدموها بمباشر من دار الأوبرا أو حتى الحفلات الجادة في المسارح السورية. من المفروض يكون في اهتمام قناة الدراما أكثر تنقل بعضها. تماما صحيح. اهتمام أكثر يمكن بهذا كمان المجال. النشاط لازم نتيجة لازم يكون حتى مو بس الإعلام، الإعلان حقيقة كمان ضروري. وسائل التواصل الاجتماعي أنا كان بدي أقولها نتيجة الظروف قطع الكهرباء كثير أشخاص ما بيقدروا يحضروا، فيمكن صار أكثر فعالية مثل ما عملت دار الأوبرا هو وسائل التواصل الاجتماعي. تماما لازم يكون في شيء اسمه إعلام طرقي والكثير من الأشياء حتى نقدر صحيح. ننشر اكثر بهذا هاي الموسيقى الجميله. وقتنا خلص وكنا مستمتعين جدا بالحديث معك استاذ ادريس مراد، ومرقنا هيك سريعا على اهم محطات الاغنيه السوريه. بنتمنى انه يكون في لجنه للحفاظ على الاغنيه التراثيه، هي كمان تقع على عاتق وزاره الثقافه. بنتمنى اعاده مهرجان الأغنية السورية اللي كنا نحن وكلنا صغار ننطره لنشوف نعم. أهم النجوم اللي طلعت منه، لأنه هي مسؤولية واجب علينا، وأنت عراب مهم نعم. بهذا الخصوص. نتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم. شكرا جزيلا لتعاونكم الدائم حقيقة. شكرا كثير لك ولكل الإضاءات اللي قدمت لنا إياها اليوم. أهلا وسهلا فيك نور. وصلنا لختام صباحنا غير، نتمنى لك باقي نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل المشاهدية الإخبارية السورية. يا رب بقية هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بألف خير. لهون مع عالم الأغنية السورية بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت بتمام الساعة 9:30 صباحا. هلأ لبكرة، تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.